اليوم إلى لومة للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول السلم والأمن البحري والتنمية. وقد استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله العاصمة التوغولية من طرف وفد حكومي رفيع المستوى وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الإفريقي وممثل الجالية الموريتانية في هذا البلد. وبعد الاستماع إلى نشيد الاتحاد الإفريقي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلات مراسم الشرف التوغولي وصافح كبار مستقبليه. وكان رئيس الجمهورية قد غادر نواكشوط فجر اليوم متوجها إلى لومة للمشاركة في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول السلم والأمن البحري والتنمية. ودع رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد يحيى الحدامين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. يرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد هام يضم على الخصوص السادة جالو ممدو باتيا وزير الدفاع الوطني، أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، باس أبو العباس الممثلة الدائمة لموريتانيا لدى الاتحاد الإفريقي، سيدني سخنة مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية، زيدان الحميدة مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية، محمد الطالب مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية، مبارك البيروك مستشارا في رئاسة الجمهورية، والحسن الأحمد المدير العامة لتشريفات الدولة.